الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنهم مستمرون بالعمل المشترك مع الروس والإيرانيين في سوريا لتجنيب إدلب الفاجعة التي عاشتها مدينة حلب. ما تسمى حكومة الإنقاذ السورية تدعو أهالي إدلب للمشاركة بالتحضيرات اللازمة لصد الهجوم العسكري المحتمل على المحافظة من خلال دعم جميع القطاعات العسكرية والكوادر الطبية. العثور على الدكتور حسام الدين دبيس مدير المشفى الجراحي التخصصي قرب دوار معرة مصرين بمدينة إدلب وعليه آثار تعذيب بعد اختطافه على يد مجهولين. قوات النظام تستدعي ضباطا منشقين ممن أجروا عمليات تسوية في ريف حمص الشمالي للتحقيق معهم في العاصمة دمشق وسط تخوف من اعتقالهم. فريق الأمم المتحدة المعني بقضية الاختفاء القسري يدعو دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن المختفين قسرياً والتحقيق مع مرتكبي هذا الجرم للوصول إلى العدالة.